بدك ياني اتأدب معها مزبوط؟ بدك ياني اكون محترمة معها؟ هي خربت لي بيتي وحياة ولادي، خربت عيد زواجي وبتوقع مني احترمها؟ شفتها؟ شوف كيف عم تعاملني؟ أنا بسببك كنت رح أخسر شغلي اليوم جايش. أنا انجرحت بسببها قدام عيلة أهوجة. بس ليك هالشي ما خلص، هي ما فيها تهيني. نحن ما بدنا نهينك، انتي هنتي حالك، لهيك روحي من هنا. ماني رايحة، هذا موضوع بخص عيلتنا وهذا بيتنا، لهيك روحي. بس هي من العيلة، رح تبقى معنا وما رح تروح. ماني فهمانة شو عم يصير، ليش نحن رايحين نحتفل؟ يعني اليوم مو السبت وما كان يومنا مميز وما في عنا أي سبب نحتفل فيه. نيمي اهدي شوي، تعالي، بعرف انه مزاجك سيء وبعرف انك مزعوجة من اللي صار، مشان هيك عملت هاي الحفلة مشان نغير جو، لانه انا بدي فرحك ونسيك اللي صار. اللي ما بدك تقلع هديك البنت من شغلة، قصدي امروتك، صح؟ لا اختي، لا مو صح، ليش نحن لساتنا عم نحكي عنها؟ اكيد رح تخسر شغلة، لا تقلقي. بس ما رح تقدر تقلعها من الشغل، لأنه الخالة بابيتا مصرة على قرارها، وهلأ هي حملتني كل المسؤولية إلي. شو هالحكي اللي عم تحكيه أنت؟ أنا فيرات، فيرات أهوجا، بس مين هي؟ مجرد بنت بتدير علاقات البنك، ما رح أنزل لمستواها. طيب لا فهمني، لا لا. شو بتتوقع مني؟ روح لعند مدير البنك وقول له أنه هي البنت الموظفة عندك اقتحمت حفلتي ورقصت رقصة غريبة كتير، وأنا حتى ما بعرف أي رقصة كانت منه. يعني أنت حاسس بالندم من شان عيلتك؟ مو معقول انت فيرات نمريت. قلي لي مين بيقدر يصدق هيك شي؟ فيرات أهوجا العظيم بيرفض بسهولة صفقة مع شركات مشهورة بس لأنه ما انه مقتنع وما عذبته الفكرة، بس مستحيل يرفض شي لحدا من عيلته. خلصنا بقى، انت بتعرف انه هاي القصة غير، لأنه هي صح. بس كل نسوان العالم مثل بعضهم، كل البنات بدهن أغنياء. عن جد انت بتفكر بكل البنات هيك؟ بالنهاية انت كانت تجربتك سيئة كتير مع بري. ليك يا نمريت، هاد الفستان الجديد؟ هلا عرفت، عملتوا هاي الحفلة حتى تفتخري بهذا الفستان. خلص سكوت شيكي، ما عندي فكرة ليش نحن رايحين نحتفل. من شوي كنت عم بسأل فيرات نفس السؤال وانت ما راح تقلي، لأنه هالشي كرمال عائلتنا. لا أنا أحيانا بشتغل عند عائلة جويونجا. خالتي وخالي هن جزء من هاي العائلة. خلصتوا ولا لسه؟ خلصتوا هذا الحكي يعني، ولا حابين نحكي؟ فيرات تفضل، عطي هاي للبنت حتى تدفع. شو هاي خالو؟ فاتورة. من الآخر هاي عقاب لغلطة هديك البنت. خالو شو هاي التمثيلية؟ لا مو تمثيل فيرات، هالطلب من بابيتا، هي لازم تدفع، مجرد تعويض.